السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفيديو تاع اليوم بغيت نتكلم فيها على المخاوف للانسان يخلوه ما يعيش مليح. هذا الخوف هذا شغل الخوف شغل المنبع تاعه اللي مره جاي وشغل الفائده باش الانسان يفهم هذا المخاوف كيفاش يتحرر منها وكيفاش تحس بلي حياتك تحسنت ومين ما يكونش كاين الخوف تكون كاينه الفرحه في حياتك. من نبقاو نشوفو كاع الخوف نبقاو اناليزو الخوف تصيبه مبني على اربع صوالح. ليزوريجين الخوف مبني على اربع صوالح. الخوف الاول هو الخوف من الموت. شوف بلي في سواء حيوان ولا زوج كي تبغي تقتلو يهرب، فبالك كان هذيك الغريزة تاع الدفاع عن النفس تاع البقاء. علاش الخوف من الموت الإنسان علاش يخاف من الموت؟ خاطرش في اللاوعي تاعه ربي زرع فيه هذيك الغريزة تاع البقاء، يدافع على نفسه بطريقة لا إرادية، وفي اللاوعي تاعه يبغي باش يخلد ما يموتش، يقعد خالد. دليل ذلك سيدنا آدم وحواء، الشيطان من بغى يغريهم قال لهم ألا أدلكما على شجرة الخلد، دخلهم الباب تاع الخلد. دونك الإنسان في اللاوعي تاعه يبغي يخلد ما يبغيش ينتهي، والموت بالنسبة له هي نهاية. دونك كيفاش تخلص من المشكلة هذه تاع الخوف من الموت؟ هي أن احنا في الدين تاعنا في الإسلام الإنسان هو سيتناثر كي إترنال، أن كل نفس ذائقة الموت، الموت هي غير ذوق، صدر الإنسان الحياة تاعو ما تنتهيش عند الموت، الموت ما هي إلا مرحلة إنتقالية، صدر ما من الناس اللي داروا لي زيكسبيريونس دو مور إيمينونت، تجارب اللي قريبة من الموت، شافوا بلي الموت فيها حلاوة بالنسبة للمؤمن، الموت ما تخوفش كيما حكينا عليها، سي جوست أن باساج هذا ما كان، النفس تاع والروح تاع الإنسان هي خالدة ما تموتش. ها كيفاش تحرروا من الخوف من الموت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي حسن الخاتمة، كان يدعي باش الله سبحانه وتعالى إنسان ما يموتش موتة تاع السوء، اللهم لا تعودوا بك من موتة السوء. كاين الخوف الثاني هو الخوف من لا سوفرونس المعاناة. أي إنسان فينا حاجة اللي فيها لا سوفرونس فيها معاناة فيها ضر فيها شقاء تشوف لي يهرب منها، لأن هناك مبدأين يحكموا في الإنسان هو مبدأ اللذة والألم، أي حاجة فيها لذة الإنسان يقرب لها، أي حاجة فيها ألم الإنسان يجمد منها. دونك توت شوز اللي عندها علاقة مع لا سوفرونس الإنسان يجمد منها. كيفاش تتخلص من الخوف من هاد المعاناة؟ عندك ديفلوبي الشخصية تاعك، ما عندك شخصية قوية. كيفاش ديفلوبي شخصيتك قوية؟ سي فري سامبل، سادي ديفلوبي الجسد تاعك وديفلوبي لا بسيكولوجي تاعك، غادي ما تخافش من لا سوفرونس، سادي تكون قابل باش تواجه. اون فوا تقول بلي ننجم نواجه لا سوفرونس، ما نخافش من لا سوفرونس، ننجم نتحمل ضغوطات وتتمرن على هذاك الشيء، تشوف بلي تتحرر من هذا الخوف من لا سوفرونس. عندك كذلك الخوف الثالث وهو لو مونك دارجون، سادي الخوف من نقص المال، الخوف من الديون، الخوف من نقص المال. علاش؟ باسكو عندها علاقة بالبقاء بالعيش تاعك، باش تاكل باش تشرب باش تعيش باش تسافر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعود من الفقر، اللهم لا نعوذ بك من الفقر. كيفاش تتحرر من الخوف من الفقر ومن الديون؟ انك تعمل، دير لك ان بروغرام وتتوكل على الله ودير في راسك بلي الرزق في يد الله. ها كيفاش تتخلص من الخوف من الفقر. عندك الخوف الرابع وهو حاجة عندها علاقة بالحرية تاع الإنسان. شوف أي إنسان صبير يخاف من التهديد تاع الحبس على سبيل المثال، ولا يخاف من الحرية تاعها تكون محصورة على إنسان، يعني يقولك ما نديرش ديك الحاجة خاطر نولي مقبوض، نولي ما نوليش حر. لو فات لي يخاف على الحرية تاعها أنه خلق من أجل باش يعيش طريق. دوك نشوفوا بلي كان حاجه تخاف منها، و اون فوا تحرر منها راح تعطيك المقابل
فور اكزامبل تخاف من الموت، دار رياضة الخوف من الموت، هناك محاولة البقاء، محاولة الخلود. وهذا استنبرا بلي الإنسان خلق من أجل باش يكون خالد، ودليل ذلك في الجنة، هناك حياة أبدية وحياة خلود. الخوف من لا سوفرونس، فات الإنسان ما يبغيش الألم، معناتها الإنسان خلق باش يعيش أون بي. في الجنة تشوف بلي الناس يعيشوا بسلام، ادخلوها بسلام. لفات الإنسان يخاف من الفقر والديون، دليل أن الإنسان خلق من أجل الوفرة، يحوس على الأبوندونس باش يعيش في بروسبيريتي، في وسع، في غنى. الخوف من خاف الإنسان باش يدو له الملحبس، ولا اللي خاف باش ما يكونش حر، دليل أن الإنسان أنه خلق حر. دونك الخوف تاعك هو برهان على أنك خلقت الأشياء هي أعظم وأكبر مش اللي راك عايش فيها دروك. دونك هادو هما ربع صوالح: الخوف من الموت، الخوف من المعاناة لا سوفرونس، والخوف من الفقر لو مهدرجون، والخوف من الإنسان تروح له الحرية تاعه. دونك إلا تحررت من هادو الأمور، الحياة تاعك غادي تولي جنة في الأرض. السلام عليكم.